السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي، هنبدأ مع بعض إن شاء الله الباب الرابع اللي هو الكيمياء الكهربائية. بس قبل ما نخش في الموضوعات بتاعت الباب، لازم الأول نمهد للباب ولازم نعرف الأساسيات اللي أنت هتشتغل عليها. أولا الباب اسمه الكيمياء الكهربائية. لو قسمنا العنوان نصين، الكيمياء يبقى نقصد هنا الطاقة الكيميائية، وتحديدا هنتكلم عن تفاعلات الأكسدة والاختزال. الكهربية بنتكلم عن طاقة كهربية. ايه علاقة الكيمياء بالكهرباء؟ ده اللي احنا هندرسه مع بعض في الباب الرابع، ازاي احول من طاقة كيميائية الى طاقة كهربائية، وازاي احول من طاقة كهربائية الى طاقة كيميائية، يعني هعمل تحول متبادل. دراسة التحول المتبادل ما بين الطاقة الكيميائية والطاقة الكهربائية ده هو موضوع درسنا او موضوع الباب الرابع. هل انا ممكن احول تفاعلات الاكسدة والاختزال الى تيار كهربي؟ وهل ممكن احول انا التيار الكهربي الى تفاعلات اكسدة واختزال؟ قال لي ايوه، وده بنعمله من خلال اجهزة او خلايا اسمها خلايا كهروكيميائية. خلايا كهروكيميائية. الخلايا الكهروكيميائية دي نوعين، نوع بيحول الطاقة الكيميائية الى خلايا الى طاقة كهربية، وساعتها بسميه خلايا جلفانية وهنتكلم عنها بالتفصيل. وفي نوع تاني من الخلايا او الاجهزة او الانظمة بتحول الطاقة الكهربية الى طاقة كيميائية، ودي بيسموها خلايا تحليلية او خلايا الكتروليتية. يبقى عندي نوعين من الخلايا اسمهم خلايا كهروكيميائية. بتبقى احيانا الخلية الواحدة تشمل النوعين بس بتشتغل في اوقات مختلفة، مرة جلفانية ومرة تحليلية، وفي خلايا بتبقى تحليلية لا يمكن ابدا تبقى خلايا جلفانية. احنا اللي عايزين نتكلم عنه دلوقتي بشوية تفصيل اللي هي الأكسدة والاختزال. انت دارس قبل كده وعارف ان الأكسدة هي عملية فقد الكترونات، والاختزال عملية اكتساب الكترونات. كل شطارتك انك انت تعرف مين اللي حصل له أكسدة ومين اللي حصل له اختزال. ده اللي هي المهارة اللي انت المفروض تكتسبها. يعني لما يكون عندي مثلا معادلة صغيرة كده وقال لي ايه هيتحول الى ايه موجب 2 زائد 2 الكترون، او ايه موجب 2 يتحول لايه موجب 1 ناقص الكترون، او يقول لي ايه موجب 5 يتحول لايه موجب سالب 1، او يقول لي ايه سالب 3 يتحول الى ايه سالب 2، او ايه سالب 2 يتحول لايه موج. انا كل الفكرة لازم ابص على الشحنة بتاعت العنصر او الايون قبل وبعد. هنا صفر طالما معلهاش شحنة، وهنا 2 بالموجب لاتنين كبير، يبقى من صفر لاتنين زادت، يعني الاتنين اكبر من صفر فكده زادت الشحنة، يعني زاد التكافؤ او زاد عدد الشحنات او زاد عدد التكاثر. فلو زاد نقول حصل على طول اكسدة اللي هي عملية الفقد، يبقى انا اقدر اجيبها بمجرد النظر، مش هدور فقد واكتسب وبتاع، لا انا اشوف الشحنة حصل لها ايه، زاد او زادت، الصفر بقت موجب 2، موجب 2 كبيرة يبقى حصل أكسدة. طيب هنا موجب 2 بقت موجب 1، لا ده كده قلت، يبقى هنا حصل اختزال. موجب 5 بقت سالب 1، لا سالب 1 صغير عن موجب 5 يعني قلت، يبقى حصل اختزال. سالب 3 بقت سالب 2، سالب 2 أكبر من سالب 3، سالب 2 كبيرة يبقى حصل أكسدة. سالب 2 بقت موجب، موجب 1 أكبر من سالب 2 يعني كده زادت، يبقى حصل كده ايه اكسدة. يبقى انا بعرف انا حصل اكسدة ولا حصل اختزال براقب عدد الشحنات او عدد التأكسد، اتغير بالزيادة ولا اتغير بالنقص. لو اتغير بالزيادة يبقى حصل اكسدة، لو اتغير بالنقص يبقى حصل ايه اختزال. النقطة التانية، حصل اكسدة يعني فقد كام؟ ممكن يسألني فقد كام الكترون او كام شحنة.
هنا صفر بقت اتنين، اتغيرت بمقدار كام؟ بمقدار اتنين، يبقى فقط اتنين. هنا موجب اتنين بقت موجب واحد، يعني اتنين ناقص واحد بواحد، يبقى اذا هنا اكتسب واحد، لان ده اختزال يعني اكتساب. خمسة ناقص ناقص واحد يبقى ستة، يبقى هنا اكتسب ستة عشان يتحول للإيه سالب واحد، وهكذا. أنا بقول دي ناقص دي وبعرف الشحنة اتغيرت بمعدل قد إيه. وبعد كده نعرف العامل المختزل والعامل المؤكسد. العامل المختزل اللي هو أنت عارف اللي بيحصل له أكسدة، والعامل المؤكسد المؤكسد اللي بيحصل له اختزال. فانا لقيت الايه هنا حصل له اكسده، يبقى الايه هنا عامل مختزل. الايه هنا حصل له اختزال، يبقى الايه هنا عامل مؤكسد. هنا حصل له اختزال، يبقى عامل مؤكسد. هنا حصل له اكسده، يبقى عامل مختزل. هنا حصل له اكسده، يبقى عامل مختزل. هنا السؤال بيقول المعادله الايونيه الاتيه تعبر عن التفاعل الحادث في احدى الخلايا. زد ان زيرو زائد سي او موجب اتنين اتحول الى زد ان موجب اتنين زائد سي او زيرو. اي من الاختيارات تعبر عن التغير الحادث في عدد الالكترونات؟ قبل ما اشوف انا الاختيارات واتوه وسطيهم، انا احدد اجابتي من المعادلة. الزد ان هنا ذرة الخرصين عدد تأكسدها صفر، الزد ان بعد السهم عدد تأكسدها موجب اتنين، موجب اتنين من صفر لموجب اتنين زادت، زاد عدد التأكسد. يبقى طالما زاد يبقى حصل أكسدة، يبقى ذرة الزد إن فقدت. السي أو موجب اتنين تحولت لسي أو صفر، صفر قليل عن موجب اتنين، يعني الشحنة هنا قلت، قلت يبقى حصل اختزال. يبقى أنا حددت مين اللي حصل له اختزال ومين اللي حصل له أكسدة. الزد إن حصل له أكسدة يعني فقد، السي او حصل له اختزال يعني اكتسب. طب فقط كام؟ قال لي ده صفر، بقت اتنين، التغير اللي حصل في عدد الالكترونات اتنين، يبقى اذا ذره الزد ان هنا فقدت اتنين الكترون. السي او كان عليها موجب اتنين بقت صفر، يعني التغير اللي حصل في عدد الالكترونات من موجب اتنين لصفر، الشحنه اتغيرت بمقدار اتنين، يعني اكتسب اتنين. يبقى ندور على الاختيار اللي يقول لي ان ذره الزد ان فقدت 2 الكترون وكل ايون سي او اكتسب 2 الكترون. يبقى السي او هنا الايون مش الذره، الايون هو اللي حصل له الاختزال وهو اللي اكتسب 2 الكترون، والزد ان الذره هي اللي حصل لها اكسده، هي اللي فقدت 2 الكترون. لو حبيت اطلع مين العامل المؤكسد ومين العامل المختزل، طبعا اللي حصل له اكسده هيبقى عامل مختزل، اللي هي ذرات الزنك، لكن ايونات الكوبالت سي او الايونات هي اللي حصل لها اختزال، يعني عامل مؤكسد. بيقول لي في سؤال ان المغنيسيوم اكثر تفاعليه من النحاس، اكثر تفاعليه يعني اكثر نشاط من النحاس. وقال لي احنا حطينا ساق مغنيسيوم في محلول في ايونات مغنيسيوم، وساق نحاس في محلول في ايونات نحاس، كل على حده مش متوصلين ببعض. ففي الإناء اللي فيه المغنيسيوم والأيونات بتاعته بيحصل اتزان ما بين الأيونات وما بين الذرات، التفاعل رايح جاي، وهنا برضو بيحصل اتزان. التفاعل الرايح ناحية اليمين أكسدة، ليه؟ قال لي عشان المغنيسيوم هنا صفر، المغنيسيوم هنا موجب اتنين، يعني كده زاد عدد التأكسد، يعني حصل المغنيسيوم أكسدة، يبقى كده اللي راح ناحية الايه الشمال ده أكسدة. والتفاعل اللي رايح ناحية اليمين ده اختزال، ليه؟ لأن المغنيسيوم موجب 2 بقى صفر، يعني عدد التأكسد قل، يبقى حصل كده إيه؟ اختزال. يبقى في تفاعلين شغالين هنا، أكسدة واختزال. التفاعل الثاني النحاس عشان يتحول لأيونات نحاس أكسدة، يبقى التفاعل اللي راح ناحية الشمال برضه أكسدة. أيونات النحاس عشان تتحول لذرات النحاس اختزال، عرفت إزاي؟ موجب 2 بقت صفر، يعني قلت، يبقى اختزال. يبقى هنا في تفاعلين متوازنين وهنا في تفاعلين إيه؟ متوازنين. بس بيقول لي أي المعادلتين يزاح الاتزان جهة اليمين، يعني التفاعل رايح ناحية اليمين أسرع. هو بيقول لي هنا في جملة صغيرة أو في كلمة إن المغنيسيوم أكثر نشاط من النحاس. يعني إيه؟ العنصر الأكثر نشاط وهنتكلم عنه بالتفصيل بيبقى أكسدته سهلة، يعني يتأكسد أسهل. فالمغنيسيوم يتأكسد أسهل لأيونات مغنيسيوم، يعني التفاعل بتاع المعادلة الأولى أنشط ناحية الشمال،
والعنصر الاقل نشاطا زي النحاس، هو بيقول هنا ايه؟ النحاس اقل نشاط، فبيبقى اختزاله اسهل. فايونات النحاس راح ناحيه اليمين اسهل، يبقى التفاعل انشط في اتجاه الاختزال. العنصر الاقل نشاطا تفاعله في اتجاه الاختزال انشط، والعنصر الاكثر نشاطا تفاعله في اتجاه الاكسده هو ايه اللي انشط، وده هنتكلم عنه برضو بالتفصيل قدام شويه. عرفنا يعني ايه اكسده ويعني ايه اختزال. في حاجه برضو نعرفها اسمها جهد الاكسده، وحاجه اسمها جهد الاختزال. انا لما يكون عندي عنصرين A و B، واحد منهم يحصل له اكسده والتاني لازم يحصل له اختزال، الاكسده والاختزال عمليتان متلازمتان. طب مين فيهم اللي يتاكسد ومين فيهم اللي يحصل له اختزال؟ قال اللي يتاكسد اللي هو الاكثر قدره على انه يفقد الكترونات. فجهد الاكسده بيعبروا عنها بالقدره على فقد الكترونات. كل ما كان العنصر قدرته على فقد الكترونات كبيره، كل ما كان جهد اكسدته كبير وهو اللي يتاكسد. وجهد الاختزال اللي هو القدره على الاكتساب. فعادة في المحاليل بيحصل منافسة، اللي عايز يتأكسد واللي عايز يحصل منافسة على الأكسدة، ويحصل منافسة على الاختزال. اللي بيحصل له أكسدة هو اللي جهد أكسدته أكبر، يعني قدرته على فقد الإلكترونات كبيرة، واللي يحصل له اختزال اللي هو جهد اختزاله أكبر، يعني قدرته على فقد الإلكترونات بتبقى إيه؟ كبيرة. وبيعبروا عن الجهد ده بأرقام وبيتقاس بأجهزة معينة، وهنشوفها برضو في عملية الإيه؟ قياس جهود الأقطاب. نيجي بعد كده برضو لموضوع مهم جدا هيفيدنا في اللي احنا هندرسه، حاجة اسمها الموصلات. الموصلات دي اللي هي المواد اللي بتوصل التيار الكهربي، والموصلات دي اللي هي بتوصل التيار الكهربي نوعين. في موصلات اسمها موصلات صلبة، وفي موصلات بيسموها موصلات سائلة. اللي بيوصل التيار الكهربي اسمه موصل، حاجة كده منطقية. الموصل الصلب زي مثلا سلك نحاس أو سلك ألموني بيسموه موصل إلكتروني. ليه؟ قال عشان سلك النحاس أو سلك الألمونيا التيار اللي بيمشي فيه ده عبارة عن سيل من الإلكترونات، فبينتقل التيار خلاله عن طريق حركة الإلكترونات، عشان كده سموه موصل إلكتروني. وفي نوع تاني من الموصلات اسمها موصلات سائلة. الموصلات السائلة دي اللي هي المحاليل بتاعة المركبات والمصاهير بتاعة المركبات. محاليل ومصاهير. محلول يعني ايه؟ يعني مادة زي مثلا كلوريد الصوديوم دوبناه في مية اسمه محلول. مصهور لو خدت نفس المادة دي ما حطيتهاش في مية، لا، لكن سخنتها لغاية ما وصلت لسائل ساحت يعني انصهر. إذا كان المحلول ده أو المصهور ده بيوصل التيار الكهربي نقول عليه موصل سائل أو موصل إلكتروليتي. ودول بيوصلوا التيار إزاي؟ قال لي لما أجيب محلول مثلا زي NaCl أو مصهور، NaCl في المحلول او المصهور بيبقى عبارة عن ايونات موجبة وايونات ايه سالبة. ولما اجيب مصدر كهربي ولمبة وسلكين الاقي اللمبة بتنور. نور ليه؟ قال لي عشان السلكين دول لمسوا بعض. لمسوا بعض ازاي؟ قال لي الوسط اللي موجود بينهم بيوصل الكهرباء، ان الايون الموجب ده زي ما هنشوف اتحرك ناحية القطب السالب، والايون السالب بيتحرك ناحية القطب الموجب حاملا الشحنة او ناقلا الشحنة. حركة الأيونات في المحلول أو في المصهور هي دي اللي بتوصل التيار الكهربي، عشان كده ده بيسموه موصل إلكتروليتي. بس خد بالك المحاليل الأيونات اللي فيها بتبقى اسمها أيونات مماهة، أما المصاهير الأيونات اللي موجودة فيها اسمها أيونات حرة. حركة الأيونات سواء المماهة أو الحرة في المحلول أو المصهور هي اللي بتنقل التيار الكهربي، وده اللي احنا بنتكلم عنه بالتفصيل. نيجي بعد كده لحاجة اسمها الكاتيونات والأنيونات. الكاتيونات دي أيونات موجبة، درسناها في الباب الثاني. والأنيونات دي أيونات سالبة.
يعني زي مثلا سي ال سالب، زي ان او 3 سالب، زي مثلا بي ار سالب، زي او سالب كده. الكاتيونات اللي هي الايونات الموجبه زي ان اي موجب، زي سي اي موجب، زي سي يو موجب وهكذا، دي ايونات موجبه وده ايونات سالبه، دي اسمهم انيونات ودي اسمهم كاتيونات. بس في تعريف تاني للانيونات اللي هي الايونات السالبه، بنقول عليها جسيمات غنيه بالالكترونات. طبيعي عشان هي عليها شحنات سالبه، هي زياده معناها غنيه بالالكترونات. اما دي عليها شحنات موجبه يعني فاقده الكترونات، فبنقول عليها جسيمات فقيره في الالكترونات. فالكاتيونات بيقولوا عليها هي جسيمات فقيره في الالكترونات بتتحرك في المائع، المائع هنا هو المحلول او المصهور. والانيونات هي جسيمات غنيه بالالكترونات. الانيونات هي جسيمات غنيه بالالكترونات وبتتحرك في المائع يعني في المحلول او في المصهور. اخر كلام هنقوله في المقدمه في الباب الرابع اللي هو ايه بقى؟ الانود والكاثود. الانود اسمه المصعد، خد بالك الاسم ده ما بيتغيرش، الانود هو المصعد دايما ما فيش تغيير. الكاثود اسمه المهبط، الكاثود دايما اسمه مهبط ما فيهوش تغيير. الانود والكاثود برضو الحاجات اللي ما بتتغيرش عنهم في اي نوع من الخلايا. الانود هو القطب الذي يحدث عنده او له عمليه اكسده. الكاثود هو القطب الذي يحدث عنده عملية اختزال. يعني الأنود قطب بيحصل عنده حواليه أو يحصل له هو شخصيا عملية أكسدة، وكلمة عملية أكسدة اللي احنا قلنا عليها فقد إلكترونات. ولما المادة تفقد إلكترونات غالبا بتتحول لأيونات، غالبا بتتحول لأيونات، ولو اتحولت لايونات على طول بتدوب، يبقى عادة الانود بيدوب. طالما اتحول لايونات بيدوب. والكاثود بيحدث عنده اختزال. يعني ايه اختزال؟ يعني اكتساب الكترونات. وغالبا لما المادة بتكتسب الكترونات بتتحول لذرات او جزيئات. والمادة لو اتحولت لجزيئات او ذرات على طول يا اما بتترسب يا اما بتتصاعد. تترسب لو هي في الأصل صلبة وتتصاعد لو هي في الأصل غاز. يعني فهمني الكلام ده. قال لي مثلا الخرسين ذرة متعادلة، إذا فقدت إلكترونات هتتحول إلى زد إن موجب 2 بقت أيون، ويطلع 2 إيه؟ إلكترون. طيب الذرة كده اتحولت لأيون، إيه اللي يحصل لها؟ قال لي تدوب. بعد ما تبقى صلبة تدوب، أو بعد ما تبقى غاز تدوب. أما لو الزد إن موجب 2 ده اكتسب الكترونات كده هيتحول لذره، والايون لو اتحول لذره على طول يترسب على اقرب نقطه اكتسب منها الكترونات، يترسب او يتصاعد. يترسب لو هو صلب زي الخرسين، ولو كان ده هيدروجين ايونات هيدروجين وتحولت لذرات هيدروجين تتصاعد على اي غاز هيدروجين. يبقى تاني الانود او المصعد هو القطب الذي يحدث عنده او له عمليه اكسده، ولو حصل له وبقى اتأكسد وتحول لأيونات هيدوب، عشان كده غالبا الأنود بيدوب. الكاثود هو القطب الذي يحدث عنده اختزال، وغالبا لو حصل اختزال الأيونات بتتحول لذرات، ولو حصل اتحولت لذرات بتترسب على الكاثود، يعني كتلة الكاثود بتزيد. طيب امتى يحصل عنده وامتى يحصل له عملية أكسدة؟ يحصل عنده ما يحصلوش هو لو كان الأنود معمول من مادة البلاتين أو من مادة الجرافيت اسمها أقطاب خاملة. خد بالك لو الأنود مصنوع من مادة البلاتين أو من مادة الجرافيت نسميه أقطاب خاملة، ولو سميناه أقطاب خاملة يعني ما بيحصلوش هو أي حاجة، يحصل حواليه عملية الأكسدة، يعني ما هو إلا موصل للتيار. أما لو مادة الأنود مصنوعة من مادة غير البلاتين وغير الجرافيت، نحاس، حديد، ألمونيوم، أي عنصر غير الاتنين دول، يبقى الأكسدة هتحصل ليه هو شخصيا، يعني هو هيتأكسد يعني هو هيدوب.